الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا ليقدانوي كتابي الأصول الثلاثة قيشتنا الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. واتدينا سر ناسيني بنشيني دوهم كبريتي ناسيني دين إسلام ببلغوة. أشكرايا كشيخ مبسي أويك إنسان كاتك دين داريك أبو خواي پروردگار شوين دليل بلغب كوي ببفي دليل بلغ كان عبادته بندايته كاني أنجام بدا شوين تقليد لا ساي كردنا ونكوي چون كدين بتقليد لا ساي كردنا ونيا. پیغمبر صلى الله عليه وسلم كاتك باسي يكيك لو خلقان من بوكا كلناو قبر كان يان ناتو أن ولامي فريشتا كان بدنوا أوانن كدين يان بتقليد ورقرتوا وإيمان يان براستقيني بإسلام نهيناوا. ثم شاكي پیغمبر فرمي عليه الصلاة والسلام خلقان لنا وقوركان يعني كبرسيار يعني لأكري درباري خواي پروردگار درباري دين إسلام درباري پیغمبر صلى الله عليه وسلم أمسي بنشيني كيستباس يقين درباري أمسي بنشيني كبرسيار يعني لأكري لين چي ها ها لا أدري نازانين يعني إخوانا ناسن نازانين بلين پروردگاري إيما الله يا نازان بلين ديني إما إسلاما نازان بلين بيغمبري إما محمد صلى الله عليه وسلم. الناس يقولون شيئا فقلته خلق شتيك يا نوت مني شموت ها تقليده لا سيكر نوي خلق نوي شكا أي شيكا خلق روجوة قدي أي شيكري خلق زكاة أي شيكري أي دا خلق فلان عبادتك أي شيكا بلا من روحي أم عبادتانا نازان يتشيا ناو روكي أم عبادتانا نازان يتشيا نازانه بوچی توحید نویش بوچی اکا روجو بوچی اکده زکات بوچی ادا توحید مانای چیه شون کفتنی پیغمبری خواه مانای چیه صلی اللہ علیہ وسلم اسلام مانای چیه وکو حقیقت و روحی اسلام لإسلام ناحالیا اما روالت و روکش و ظاهر هر اونده بویا و گوتمان اللہ خلق شتی کانه و دمنی شوامه و دکواتا تقلید خرابه لا سای کرنه و خرابه بدلیل و بلگه و انسان دینداری بکا. وهو الاستسلام لله بالتوحيد أفرمينا ناسين دين الإسلام ببلغوا أميك إنسان خوي تسليمي خوي پروردگار بكا خوي تسليمي يكتا پرستي بكي واتا كسيك يكتا پرست بي بتنيا عبادت و بندايتي بو پروردگار بكي والانقياد له بالطاعة وهروها ملكتو يرايل بي بو خوي پروردگار ملكج بي يرايل بي بو خوي پروردگار والبراءة من الشرك وأهله وهروا خود بريب كي لا شريك بو خواب ريار دان وخوشت بريب كي لو نيشي شريك بو خواب ريار أدن كباتا إسلام بم چن خالة أوتري خود تسليمي خواي پروردگار كي بتوحيد تيابي ملكتشو جو رايال بي بو فرمانا كاني خواي پروردگار وخود بريب كي لا شرك وخود بريب كي لا أهل شركش خوشويستي ودوستايتي وموالات ومحبت وصوز وكافران وبيباوران نبي اگر او كافرانا خلقانيكي دا صلاة دار بن يا خلقانيكي بيدا صلاة بن يا خلقانيكي مشهور بن لجيهان المهم مادام كافر وبيباورن صوز ومحبت وخوشويستي دبويان نية خود بريا كي لا شرك وكفر وخود بريا كي لا أهل شرك وكفرش بلا مقوت مان خو بری کردن لأهلی شرک و کفر معنای وانیه که خیانتیان لیب کهی ظلمیان لیب کهی مالیان بخوی خوینیان برژینی منا حق او شونی خویه یو روشن کردنوی خویه یو او جا اسلام بریتیل چی و هو ثلاثو مراتب اسلام سه درجه اسلام سه درجه سه مرتبه درجه یکم الاسلام والإيمان دوهم والإحسان أو سهما كواتا إنسان كاتي قدية للاوة بيباورة قاورة جولك وثانية بتبرستا كوتي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ديتنا دائرة إسلام دائرة إسلام فراوانة حتى منافقة كان يتياجي بيته كابريك بأشكال الله من شايته ما نمهنا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لدنيا حكم إسلامي لسر جارية به أقل لدلي شاد دروبكا اما پی نزنی ظاهر الله این مسلمان و شاید تو منی هنر درگاه کم مگر لبرو کار بای مولیدیه به هوا کبش دادارم ظاهر اما اخوانینه و ظاهر شاید تو منی اینها با مسلمان حسابه اتر اقل لنا خیا دروب کا فی الدرک الاسفل من النار اول ل روز قیامت ل قلاید و زخا برام ل دنیا حکم اسلامی ل سر جاری ابیان نا الله این کسی شاید تو منی هنر اقل ل دلی شاد دروب کا ل دنیا حکم اسلامی ل سر جاری ابی اما مرتبه یکم انسان با شایعت من دیت ناو دایره اسلام او مرتبه دوهم بریتیل مرتبه ایمان قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ها خوای پروردگار کاتیکا دشتکی کان اهات نه انو ایمان دارین بروا دارین
خوای پروردگار فرمی ملیان ایما بروادارین ایماندارین بلین مسلمان بوین یعنی هشتا موتانا هشتا هنگاوی یکمن کواتا هنگاوی یکم بریتیل اسلام بون بریتیل خود تسلیم کردن بریتیل وی که شایتو من بیریم بیت نو دائره اسلام پاشان کم کم انسان ایمان و بیرو باور لدل یا چسپه اعتقادی بقوته به باوری بقوته به محبت خوشویستی خوای پروردگار دینکه که بیتن او دلیه و گرنگی به عبادت و بنده تکانی زیاده لده خویل گناه و تاون و خراپ کاری اپارزه ایمان بمانه بقوته به و لپاشن اچه تا مرحله دو هم که مرحله ایمانی پیالین و مرحله ایمانیش بریتیه لمرحله دو هم اگر انسان لمرحله دو هم و تجاوزی کر او اچه تا مرحله سی هم که مرحله احسانه وأمسي مرحلة كوتمان إسلام إيمان لقل إحسان إسلام أو عامة إيمان يشخوي بوخوي إيمان وإحسان سي مرتبة شنك إنسان مسلمانان يا إيمان داران همويان ليك أستانين هندي كان ظلم لنفسي خوانا كان وتوانا كان هندي كان وسطا واجبات جيبجية كان محرمات خوانا باريزا بلام زور قرجو قولنين للسنة لجيبجية كدني آداب كانوا ولخوا باريزي لمكروهات هندي كيشيان زور بهيزا واجبات جيبجية كان محرمات ناكن سنة كان جيبجية كان خوانا مكروهات إشا باريزا آداب إسلامي بجواني جيبجية كان أمانة أبرار أمانة بريتين لأبرار كان وجاء وكتمان اسلام سي مرحله مرحله كما هو بوخو اسلامه وتهت نودا الى اسلام مرحله دوم ايمانه لنسب تفاصيل وذكاري مرحله سي امر تل احسان احسان يعني تشلبوبا كواتا هنغاوي كم اسلام باشان زياتي اجي حاليه بايمانه هني شنو ايمانه ايمانه بقوته بزورت الاحسان وشاك كاريه كتشتنا مرحله احسانه كتشلبوبي ايمان وتقوى وباور بريتل احسان إحسان أوي كإنسان هموكاتي خواي پروردگار بمراقبي خواي بزاني بفرماني خواي پروردگار نكاو شرم لپروردگاري خواي بكا بلي خواه من هموكاتي پروردگار أمبيني هر كاريك بكم هر كردويك أنجام بدم إذن شرم لپروردگار بكاو خرابة نكا أما بريتي لما الحالي إحسان كواتش لبوبي برواداري خواناسينا وكل مرتبة لها أركان أفرمي هر مرتبيك لم مرتبانا واتا إسلام إيمان إحسان ركني خوي هي المرتبة الأولى دي نصر مرتبية كم الشهادتان مرتبية كم لإسلام بريتيل شاتمان إنسان تاكو شاتمان نهيني بمسلمان حساب نية كابرا جولة قبل من بروان بخوايا برواي شمية كإسلام راسة والله مش شاتمان نايرم الله مسلمان نيت حتى أكون الله يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله بمسلمان حساب نية شنك أخو قارو جولة بروان بخوايا وبروان ببيغمبراني شيء زور بي كواتب روانا بون بيك بيغمبر بكفر دان دي اگر بيغمبر الاسلام يجبه صلى الله عليه وسلم كالهمو يان بقدر تلا يان او تاني شايتو مان نهيني وكو مسلمانا بكافر دان دي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله امكلي لي مسلمان بونا انسان بم كلمة دي تناو دائري اسلام واحكام ظاهري دنيا الى سلاة جبجي ابي فاركان الاسلام خمسة ركن كاني اسلام بينجن يكميان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله تمام شابكا لم ينجر ركني إسلام ركني يكميان شهادة مانا وأتأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله هر كان يقر ركنا بوي ألين هركس يبلي أشهد أن لا إله إلا الله نلي أشهد أن محمدا رسول الله بكافر حساب شنك أودوان بيك دانا دان لين نيوي بلي ونيوي نلي بمسلمان حساب نيت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أو يكم ومشكلي لي مسلمان بونا ركني دوام وإقام الصلاة نيشكردنا إنسان بركو بيكين ويجاكاين لكاتي خوي بكا واجبات وشروط كاني جيب جيبكا أو بريتيا لا بيانت فرزي نيش كركن دوهمي إسلام وقورترين عبادتي عملية ويكم كردويكي عمليش للروج قيامتا خواي بردقال لسري إنسان كان محاسب بكا وإيتاء الزكاة ركني سيام بريتيا للزكاة دان أي شويك إنسان هر كاتي مال وسرد وساماني قشت حقي زكاة كم ترخمي نكا وزكاة اللي يبدأ وبشي فقيران وهجران بدأ وصوم رمضان ركني شوارا بريتيا للروجو قرتني مانجي بيروزي رمضان وقشت مانجي بيروزي رمضان والحمد لله مسلمانان بقرمو قري بقورو بتوكا وبروجون اما جي ركني كتير ركني مسلمانان ركني اسلام وواجب مسلمانان جيب جيبكا وقناعته بيرو باوريان فيها بي وحج بيت الله الحرام بينجم بريتيا لحج مالي خواي پروردگار اما بريتيا لبينج ركنكي اسلام
بروان بون بيك يقلم ركنانا بكفر دا أمري أو كسي برواي بيك يقلم ركنا كان نبي بلاي قناعة بينيا روجو فرزنيا نيوش فرزنيا زكاة فرزنيا حج فرزنيا شاكي كي كي بيكنا كي كي في خوته بما إنسان كافر به أقر بيشي كابا كافر حسابه أبي قناعة باور دوابي مانا ركني إسلاما واجبات فرائز إسلام وإنسان جيب جيانك خو أقر كمو كرتي لهندي كان بكا أو ببي او كمو كرتيا اجت ناو تاوان وخرابي كبيره و شكو نكردني يكنيش فوتاندني روجو فوتاندني زكاه وهر و فوتاندني حج اما انا همو بغناهي غورا دا امرين لحق انسانا فدليل الشهاده بلغا من بو هنيته ولا سلام بين ركني اسلام كمانه بين ركني غورا اسلام بلغا شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم خواهي پروردگار فرمي خواهي پروردگار شايتي داوة حكمي كردوة برياري داوة آقاداري كردون ايوي آقادار كردوة توا كبراستي جغل ذاتي الله كسيكي تلايقي پرستنية چونك الشهيدة أما نانا همو يقيني ماناي حكمي كردوة ماناي شايتي داوة ماناي ايوي إلزام كردوة ماناي ايوي خبردار كردوة ومعناي اوي يقيني بايه وبخشيوه كبراستي خواي پروردگار تنها لايقي پرستنا خواي قورا ام خبري بايه ما بخشيوه تنيا او لايقي پرستنا كيتر والملائكة فريشتكانش بهمانش يو اقراريان كردوه وشايتيان داوه ودانيان بما ناوه كفعلا غير ذات رب العالمين كز لايقي پرستنيا كيتر وأولو العلمي وهروها زانايان وعلمايان لسر أرزاها أوانش إقراريان بمتوحيدة كردوا لسيلك إخوة فرورقات شايتي زانايان بس قال لهم همو خلق بوشي شنك أهل علم زانن كي لايقي پرستن وكي لايقي پرستنية بوية تمان شاك إخوة فرورقات فرميهم إخوة قورة شاهدي داوة ملائكة كان شاهديان داوة أهل علم لأرزا شايتيان داوة كجغل ذاتي الله كسنا پرستره كواتا اعتبار بشاهدي أهل علم اعتبار بشاهدي خلقك نزان وجاهل ونفام ودور لدين ويان قاور يان جولكا يان هرف طائفه ملتي كترنية اعتبار بأهل علم راستقيني وقصي اوان جي قيمة معنى لا اخواي قورا يعني اخواي پروردگار اعتبار بوقصي اهل علمك شايتي اهل علمي برس كردوه توب ولا اخوي لقل شايتي داني اخوي ولقل شايتي داني ملائكة هاوتاي كردوه بلقي لسر فضل مكانتي اهل علم واولو العلمي لباشا ديسان هربر بلغل سر فضل أهل علم وشايت داني أوان لقرآن بيروزا خواي پروردگار أمر ببيغمرك صلى الله عليه وسلم وقل ربي زدني علما شتيكي ترنية إما لدنيا داواي بكينو بحل بيبو بكينو خوا أمر ما بيبكا وسنة بيبوي داوا بكين جغل لچين بي علم علم هتا بوي بقري هتا داوا بكي هتا بشوينيا بروي هتا دعا بكي بباري توا قد ماندو كي هركما شنك بيغمبر صلى الله عليه وسلم كسرداري أنبياء ومرسلين ولا علم زانياريا كسنا قاتا او شوف يا غمر اخويا وحي بو هات وقران بو هات والسنه اللي سر زماني او جاري بو كشي هلا ليشي خويا قور امري فيك يا ربي زدني علم اخويا علم بزياد كان علم زور قوري كوات علم نكو تايدي نبني هيا نقراغي هيا نا ام بروبر شي دياره ربي زدني علما خويا قور علم بو ملاك من زياد كان قائما بالقسط خوي پروردگار دات پروره لحكم داد وري خويا برامر بعبدكاني خوي لبرياركاني برامر بعبدكاني خوي خوي گوره دات پروره بهر بريارك دايوتي برامر بعبدكاني خوي اما شوتمان بلگي لسش گوري شاتمان لا اله الا هو توكيدا جگل ذاتي الله كز دايقي پرستني خلقي نوشيار بن العزيز الحكيم او پروردگاري كخاوني عزته وخاوني حكمته هل بوي مشرك كان سيدك كاتك بيان او ترابلين لا اله الا الله شاخي انا كرد راي انا كرد نا وستان انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون خوي بر قال في المكاتك بمشرك كان بوت رايا خلقنا بلين لا اله الا الله ودس لدار وبرت هل بقرن بس يتي خوا بفرستن يكسر ايانوتي تكبر يانا كلو تبرزيانا كدو ايانود ويقولون ائنا لتاركو الهتنا لشاعر مجنون يعني ايه مواز دو همو خواه قلا بين انسي صو شصد انا بدل كعباب ويان برست بو تنيا بو شاعر يكي مجنون واتا بو پیغمبر محمد صلى الله عليه وسلم كاوان يعنود اما شاعر لخو اقصوكا وكابرا يكي شيتا ايه ما تشون لبرقاتي ام كابرا وازد خواه كان يخو مانا هيانين
في خمر خاشي في فرمون صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا خلقي نبلي لا إله إلا الله إيه وسر فرازة بن طواب رزقات أنا بي كواتوا ركني كم إسلام كبرتلا شاتمان ومعناها معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله وحده يعني هيج فرسترابيك بحق شياوي فرستنيا جغل ذاتي الله بتنيا لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله طبعا شيء لا إله إلا الله أما لدوبش بيقدي نفي وإثبات لا إله يعني هيج خوايق إلا الله جغل خواي پروردگار نبي واتا هيج خوايق نية لايقي پرستن بي جغل ذاتي خواي پروردگار نبي كلايقي پرستنا أو خواق ليك أخلق بوخوي دايناون أو داتاش تاوي دستي بشرن إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان أما كوم الله ناويك نيو بوخوتان داتان ناون وبا وبا بيراني خوتان وتبا مشركة كان فرن پروردگار خواي قرر داينا بزاند ومانا خوابن إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته إلا الله ثابت كرني عبادة بنداتي بتنيا بخواي پروردگار كما أنه لا شريك له في ملكه واتا چون خواي پروردگار شريكي نيا لملكيا واتا لدروس كرني أرز آسمان بهج دوزق إنسان جنوكا ملائكة حيوانات آجل روك خوا شريكي هبو لمانا كس كومكي بخوا كردوا كس يارمتي خواي قولي داولينا ديك واتا لعبادتي شاكا شريكي خواني خواي قولي خواي خواني ام جيهاني ورازيش دابي غيري وبرستي رازيش نابي خود بو غيري او كم كي لبر او چون لدروس كردنو لبر او بردنو لخاون دارتي كائنات اخوة تنيايا لعبادتش اخوة تنيايا وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى واتا آياتك ترك تفسير لا إله إلا الله من بوكا كام آياتي فالوردقار فرميم وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون واتبي لو كاتب كان وكاتب ابراهيم خليل صلاه وسلام الى سربيا باباوكي وبقوم كيف المتشن كاوان كافر بن انني براء مما تعبدون يعني لا اله براستي من بريم لو عباده بنداتي اي وايكن براستي من بريم لو خواغليك اي وداتا ناون بدستي خوت اندروستا كدون اي فرستن من بريم لشريك كفرك اي و إلا الذي فطرني فإنه سيهدين جغ لو خوايا نبيك مني دروس كردوا تنيا عبادتي أو كم وهر أو شرين ماي مكا كواتو شيء إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين معنى لا إله إلا الله أو أتى لا إله إلا الله من بريم لهمو أوشتانيك أي وأي فلسطين لغيري خواي بروردقار جغ لخوايك أي فلسطين أيش بريتي لخواي بروردقار أو خوايك مني بديه ناوة ورهداتش مدى فعلا خوايك بديه نرمة كخلقية نرمة كهداية درمة كرينيشان درمة كروزي درمة هل هو فلسطين غيري أو هيتشي بدسني وناي فلسطين إبراهيم خليل أمي بقوم كيف فرموا وجعلها كلمة باقية في عقبه إبراهيم خليل صلاة والسلام إلى سلبي أم كلمة لا إله إلا الله فرستني إخوة وازنان لغير إخوة لنا قوم كيا وصيتي في كبنو لنا قوم كيا هيشتيوا لعلهم يرجعون بو أويك همشة أم كلمة لنا وابيت بروة وبقرينو بو أم كلمة وجيب جيبكن ودين عليت يقنتي شنك الدين بلا إله إلا الله ومعه دين بلا إله إلا الله ومعه بعبادة إخوة ومعه كواتا فرستني إخوة فروردقار وشريك بوبريار ندان وقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ديسان خيبر فرد قال القرآن فرمي أي بيغمر صلى الله عليه وسلم بأهل الكتاب كان بليواتا قارو جولك كان بانيان بك يا أهل الكتاب أي قارو جولك كان تعالوا ورن تعالوا ورن هلموا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ورن بولاي أم كلمة كتشون يكل بين إما ولبين إيوا يكسان شنك أم كلمة كهم أمة كان لسلي متفقا بريتي التي لا إله إلا الله في غنبر آدم صلاة والسلام يقول الله سلبي لقال الله إلا الله تتسرر نوح في غنبر صلاة والسلام إلا سلبي إبراهيم صلاة والسلام إلا سلبي هم في غنبران إيشان لأرزا بريتي بول لتفسير لا إله إلا الله بانك كدني خلق بول لا إله إلا الله كواتا أو كلمة كلا لا هم في غنبران اتفاقي لسلتي لا إله إلا الله شكو هم على أصول اعتقاد يكيد بلام لا شوازي نيجو روجو عبادتك كان جوازي هر بويا خوي غورا فرميا اي بيغمبري خو باني اهل كتاب كبولا ام كلمه كهمو بيغمبران لسري متفق كبريت لا اله الا الله غير اخوا عبادت بو كز مكان اي بينما غورا كان لنشي الله عيسى كوري اخويا ونعوذ بالله عبادت بو عيسى اي جولك على عزير تمام شاب كانات وش شرك كفربون كبينما لا اصلا ام كلمه هم انبياء ومرسلين لسري متفق كلا اله الا الله ويبر الغار فرمي بان يعني كبوسر ام كلمه كديني هم في غمبرانا
ايش بريتي لا شي الا نعبد الا الله ني فلسطين جلا پروردگار نبه ولا نشرك به شيئا وشريك شي بو بريار ندن كواتو معناه لا اله الا الله الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا غير پروردگار نه پرسين شريك بو بريار ندن چيتر ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله هنديك مان هنديك مان نكين بخوا بس الخوا معنا ولا غير اخوا واتوكو ايكا اوان مثلا عيسى يا عزير يا هر بياوچاكي كيتر يعني بيغمبريك لبيغمبران يعني ملائكتك لملائكتكان يعني هندك لإنسانكان نكين بخوا بسريكوا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله بهندك من هندك يتلما نكين بخوا بسرقوا مانوا وتهموما مخلوقين هيش من قوانين فإن تولوا بان يعني كبو أمدو كلمة عبادة بو خواي بروردقار بكن وكس نكين بخوا لغيري بروردقار تنيا يك الله يوش رب العالمين أجر بشتيان هل كردو يعني والله إما شاتي نادين إما ناين سلام كلمة فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون لبيان بلين باش بزانن إما مسلمانين شاتي بدن إيوا شاهد بن ها تو شون شتيك بكس يلا كاك والله من وانا علي يلا تو شاهد من والي تو باش بزانا كمل سلو كلمة يم أو معناه أوي جيناك وقومي كافر لروجي قيامة الشاتي كان لقب الله كريم فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون واتا إيوا شاهد بن بو معناه كإيوا بزانن يقين تان هبك إما لسر إسلام لسر إيمان لسر لا إله إلا الله وإيه لسر كفر الحد إخوتان طبعا دست يعني هل قنواز يعني بيه. ودليل شهادة أن محمدا رسول الله وبلغي لا إله إلا الله بلغيش لسر كلمين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم خواهي پروردگار فرين براستي خواهي پروردگار پیغمبري كيبو إيه والناردوه لجنس إخوتان واتبشرة إنسانة أم بيغمبرة عليه الصلاة والسلام ملائكة نية جنوكا نية جنسك جياواز نية تاتو ملائكاك والله برسي نابي وتينو نابي هرشي بأي ملاي بخوتان بقنو صبر بقنو آرام بقنو إيه خوي شوزاني خو برسي وتينو نابي يعني إيشو ألم وآزاري نية نعم لجنسي خو معنا وكيما برسيوي وكيما تينوي وكيما نخوشك وكيما منالي أمريه وكيما كسوكاري أمريه وكيما خوين لبرينو لا شيء ديتخواره وكيما همو بلاونا راحتي غاندي بسريا كواتوكو إيميه لجسم لا شو بدنيا وكو بشرة شكو بني آدم فضو مكانك كي جاوازة بس باسي لا شو بدنيا كين ما بس تكال إذا تشيا خواهي پرودگار فرمي بيغمريك من بو ناردون لجنسي خوتا بو إيوا بيانو نقرن بلين أوكو إيمانيا أنا أوكو خوتا هر وكو خوتا عزيز عليه ما عنيتم زور بلا يوسخت كإيوا كتوشي نار حتيب ابنوا بس إيبا إيوايتم زور إيوا يخوش عزيز عليه ما عنيتم زور بلايا وسخت دجوار ناراحت اگر ايو توشي بلاو ناراحتي وناخوشي ببنوا حريص عليكم او في غنبره صلاه والسلام الى سر ابو ايو زور ببروشا حتى ايما خومان حسب خومان ناكي حسب رحم سوزي او في غنبره ناكي او تخوي يقول القران بس يكا حريص عليكم او في غنبره صلاه والسلام الى سر زور ببروشا بو ايو زور دل سوزا بو ايو وكل فرموديك ابي غمره فرمي عليه الصلاه والسلام نموني منو ايو زانو كوتشيوايا الله وكو هو يا كابرايك لشوي كي تاريك اجريك بكاتوا عادة اجر كراي وروناكي بيابو لصحراء وشولواني تشي بيابي همو كلو بابولو او حشرات انا خوان دين اني شن بور روشناي وازانن روناكي وروجا بس نازان اجرا الله او كابرا اجريكي كردو توا كاتك اجريكي كردو همو او حشرات انا وكو بابولو كلو اوش انا خوان دين اكن بناو اجريكا وازان روناكي وش بدس دوري انا خاتو هر دوري انا خاتو هر دوري انا خاتو هر وازنن خوان فريد ناو اجريكو الله من او بياوم بو ايوا بدس دور تانا خم وليم نكن او جهنم او دوزخ او كفرة ايوا هر قوتاني تي افردا بزور حريص عليكم ما عنيتم واتاو زور حريص عليكم ما حريص عليكم بالمؤمن الرؤوف الرحيم ايه وثمان او بيغمبر زور زور ببروشا برامبر بايو بالمؤمنين رؤوف الرحيم او بيغمبر صلاة والسلام الى سربي زور 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 بالرحمة برامبر بايمان داران كواتز رحم وسوز ومهرباني وبزي بيغمبر صلى الله عليه وسلم برامبر بايمان داران ومسلمان زور زور واتا بيغمبر اخوة لأي مزيات الخماني خوشوي النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم خواهي پرورگار فرمي بيغمبر صلى الله عليه وسلم اي ويل خوتان خوشتر ايو زياتر يعني اما يشتا بقدر بيغمبري خوخو من خوش ناوي كاوشن امي خوش بيستو امتكي خوش بيستو دعاي خيري بو كردون رقي راستي نشان داو ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله وتمان واتاي لا إله إلا الله بريتيا لويك جغل الله كزنا برستي أي واتاي محمد رسول الله تشيا
طاعته فيما أمر واتيك الريالي في أغمر بك صلى الله عليه وسلم لو فرمانانيك بسريا داويت معنى أوي كتولي من برامي محمد في أغمر إخوائي صلى الله عليه وسلم يتر هجناكي ننيوج نروجو نزكاة نعبادة نحج جشاك كاري إيه كوا إيمان كوا إيمان أوي بك في أغمر صلى الله عليه وسلم طاعتي بكي يرالي بكي فرمانا كاني جيب جيبك أطيع الله وأطيع الرسول أويك وتصديقه فيما أخبر هر خبرك شي في داين في غمر صلى الله عليه وسلم براسي بزانا شي فرموا براسي بزانا نقوك أواني أمرو بيابون الله كاك وحديثة وورناجيلية وحديثي أحادة ونازان تأويلية كابلاية كاب يعني فرمو دكاني في غمر يعني صلى الله عليه وسلم ومي واليك ردوا كسح قيمته حرمته تقدير بو فرمو دكان دانني هرشي باسك لنا كاك وحديثك أحادة واجنيك جاريك يلا واي دم أودن قراوة وقول له شروانك إيه ما تشيها أما قمان قصنا وحديثة أما الرئيسنا قلتنا لبيغمبر صلى الله عليه وسلم تو كانت برواداري ببيغمبر صلى الله عليه وسلم كقصكاني براز بزاني ما دام قصكاني علماء حديث بلين صحيحة واجبة لسرتو بلين صحيحة وقصي أوا وعمل شي بيوكي نابي خوتي للا بدي نابي برو بيانو بدوزي توا نابي شوني قم راو سلي شوا وكان بكوي شكو قمان بخيتنا وفرمو دكانوا تصديقه فيما أخبر لسرد واجبة براستي بزانا بيغمبر إخوات شي فرمو واي ونمنا او باسي كارساتا غوركاني قيامة نيشانا كان شي فرموا ابي بلي فعلا راس تواي امرو بيا بياني دي تجي طواب قناعات مي واجتناب ما نهى عنه واجتناب ما عنه نهى وزجر وهروها دور كوتنا ولو اشتيك بيغمر صلى الله عليه وسلم نهي ليك دو خلقي ليه ترسان دو دور كويتو لو اشتعل نيكي هرشتك بيغمر صلى الله عليه وسلم فرميوتي ميكا يا يعني لعنتي ليك راوة يا غضبي ليك راوة لخاونكي يا يعني حرامة يا يعني تاوانا ميكا طواو اشتيك النهي ليك راوة ميكا دور كوا او معنى يخوش ريستي ومعنى راز قوية ومعنى شاتمانا كبراد ويا محمد بيغمر اخوايا صلى الله عليه وسلم ايه والا يعبد الله الا بما شرع وهروا عبادتي اخوانك يبهوا وارزو يخوت عبادتي اخوابك ببي شرعي بيغمبر محمد صلى الله عليه وسلم كتون الله من بروادار محمد بيغمبر اخوايا او رساله بيامه هنا يوتي اسلام ولا اخوا هاتو اي با اي جرا يلو بو شرعك ملكتي شرعك يبا لا شرعتي هاتو جيب جيك ببي شرعي او عبادتك نك ببي شرعي خوت نك ببي هوا وارزو يخوت ولا يعبد الله الا بما شرع ببي شرع إخوة عبادتك ببي أو شرعي في غمره نبي صلى الله عليه وسلم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا أو في غمر صلى الله عليه وسلم بويه ناون لي ورقرن عملي في يبكن كردوي في يبكن أو شيء أو إيوي لي ترسان دوا وازي لي بيانو دسي لي ألقرن لي دركونا ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد بل قال سر نيش زكاة ليقدانوي توحيد أم آياتي فالوردقار فرمي وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة خواهي فالوردقار فرمي براستي قاو رجولك كان فرمانيا في نكراب بو أوي كشريك بو خواب الريار بدان كفر بكان وعيسى بكان شريك إخوة عزير بكان شريك إخوة إلى آخره كفر شريك جامدن خواب ما فرماني بوا نكرد بو إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين خواه فرماني كذبوا بقاو رجوا لك عبادتي إخوابك إخلاص يعني هبي شرقنا كان شوين في غمران إخوابك وقير رايل بن بويان صلاة والسلام إخوة السلام ويا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء دز لهم ريشك كان هل بقنوا بقرنوا سال إسلام دز لهم طريقة كان هل بقنوا بقرنوا سال إسلام حنفاء وازبين لهم ريقوا ريبازة كان يتربينوا سال إسلام ويقيم الصلاة من يشكان شان بكن ويؤتوا الزكاة وزكاة ما لكان يعني بدن وذلك دين القيمة أما يا عيني الراس أما يا عيني تيرو تواو كعبادتي خوايا بتنيا دور كوتنا ولا كفر ولا شرك نيشكدن زكاة دان ودزقتن بديني فرورد قالوا أما ديني حقا لا دان لما قم رأي ضلالتا ودليل الصيام بل قال سر وجو يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فايبر قال فرمي أي أوانيك إيمان تان يناوى براسي الروجو إيمان جي رمضان تان لسر فرس كراوى وقت شون روجو قتن لسر أمتكاني تيج فرس كراوى بيش إيوى لعلكم تتقون علة لا فرزبوني الروجو حكمة لا فرزبوني الروجو تيا بو أويك إيوى تقوى إخوابكا بهوي الروجو قتن تانوى كاتيك روجو أجري إطاع إخوة بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم لباني هتاوكي أولا نان ناكوي أو ناكوي توا
كاري حرام ناكي وهيش تيق ناكي كليت حرام كراو بهوي روجو قرتنوا اما بريتيلا طاعته جرالي بوفا وبيغمر صلى الله عليه وسلم واما قماني تيانيك تقوى انسان زياده كاو انسان لخوان زي كبيته هربو يتما شغيل ماني بروز رمضان انسان زياده عبادتك زياده اغي لخواناسيني خويتي زياده دورك يتول تاوان اما تقواك كواتا ام روجو لا اصطب ام تقوى كيوست انسان تقوى لخويا جيب جيبك وخوي لحرام وقناه ببارزه ودليل الحج بل قال سرويك حجيش ركن كتير للركن كان إسلام ركن في أنجمة فالوردقال فرمي ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا واتخواي فالوردقال واجبي كدول لسر آدمي ذات كحج مالي خواي فالوردقال بكن بلام من استطاع إليه سبيلا بمدو مرجا تواناي جستيو لا شهيد هبي واتكسكي بكوتا نبي نتواني بروي أو خالي كما دوهم توانای مادی و مالی شد هبه چون انسانی که فقیر بیه و هیچی نبه او که اتا حجی لسه فرز نبه چون حج به پارو سامان اکره مال بجه یلی پیوست پارو سامان اگه به بکاری بیانن خود چی پیوست پارو سامان اکره به خرجی بکی که واتا بم دو مرجع ابه توانای لاشه و جستهید هبه او جالسه رد فرزه و هر وها توانای مادی شد هبه خاله که تیلی شیه که امنی ریگایه امنی ریگا واتا او ریگایی که تو پیاچی بو حج به ریگا که آمین به رجاءك نبيك دزو شوكتو قاطع الطريق ريو ريجرو أمان الر للرجاء تعبر خلق رود كانوا خلق بكوجنو مالو سردو سامعني خلق برن أو كاتوا واجب نبي للسرد بلكو بيوس الصبر بقريته وكرجاء أكليته واتا أمن وأمان الرجاء سردو سامعنك بوخوت ومالو منال وهروها تواني بدني ولا شيء شد هبي بمعنى حج سلام إنسانك واجبه به ولا ثمن إنسان شاء يكجار ومن كفر فإن الله غني عن العالمين هر كسي كافر ببم عبادتي خواهي پروردگار براي بم ركن نميني وقناعتي بو نبيك حج ركنك لركن كان إسلام يان بيرو باور وقناعتي باركان كان إسلام نميني او انسان كي كافر وخواهي پروردگار اج محتاجي امانانية وخواهي پروردگار غنية لهمو خلقو پيوستي بكزنية كاتي خواهي گروه ايما بانكا بو ايمان وقازان جي خو مانا وخواهي گروه لملكي زيادة بي لدساتي زيادة بي نخير كواتا نلا ملكي خواه كما بيتو بكافر بوني خلق نلا ملكي خواه زيادة بيه ومسلمان بوني خلق نفع سودة كي بو ايما ينك بو خواه پر وردقار لن ينال الله لحمها ولا دماؤها ولا ينالو تقوى منكم خلق حيوان سر ابري قربانيك خيرك وخواه پر وردقار چيب سودة كلاوانا نابيني خواه يقولون نايبه شكو همو ام دنيا وكائنات ومخلوقات ومنفعتانا قشت هي خواه پر وردقار بايما يبخشيوا بو ايما يبو خو معنا أو بريتيبون لا بينج ركنك إسلام بكرتيكا طبعا أوتمان إسلام ناسين دين إسلام ببلغوا سي مرحلة مرحلة كم ناسين إسلامة مرحلة دوم ناسين إيمانة مرحلة سيهم ناسين إحسانة أو باش كم إيمان باس كردوا كبريتيا لا ناسين إسلام إن شاء الله لدرس بانشا هولا دين باسي مرحلة دوم وسيهم بكين كبريتيا لا ناسين إيمان وناسين إحسان بويك إسلام إيمان إحسان دين كمان ببلغوا بناسين كبزانين أمانة خواهی پروردگار لسر معنی فرض کرد و کمال ارکان و واجبات و پیوست جیب جیم بکن ببی کم کرتی و ببی کم ترخمی دیر را عوستین و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.